بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم. أسمى آيات العزاء نرفعها إليكم وإلى مراجعنا العظام وإلى جميع المسلمين في العالم بمناسبة استشهاد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى أئمة الهدى أجمعين. تقبل الله أعمالكم مشاهدين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الإسلام. في الفترة الأولى مشاهدين نستكمل وإياكم التعرف على معالم من شخصية أمير المؤمنين عليه السلام ومكانته العظيمة في القرآن والسنة، ونبين قبسا من مقامه العرفاني وسيرته الاجتماعية السامية. وفي الفترة الثانية من الحلقة مشاهدينا، وكما عودناكم، نجيب على أسئلتكم الفقهية والدينية التي تردنا عبر الهاتف وعبر حساب الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف عبر سكايب أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أمة الإسلام قومي للعزاء، لنواسي على طاب البلاء. حيدر الكرر للعرش تسامى، وذرار الوحي قد صاروا يتامى. صوتنا يبقى ينادي، يا علي يا علي يا علي يا علي. سيدي ذي حشود، سيدي بالود تسعى، نحو قبري صار لي الأملاك مسعى. ولكم من لوعة الأحزان فاسعى، وبذكرى فقدكم مولاي تنعى. صاحب الذكرى عود سنقاوم، وعلى المبدأ دوما لا نساوم. وستحكي فعلنا سوح الجهادي الجهادي، وعليا صوتنا يبقى ينادي، يا علي يا علي. أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، وعظم الله لكم الأجر. اسمحوا لي أن أستقبل ضيف الحلقة عبر سكايب سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله لكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لكم ولجميع المشاهدين العزاء بشهادة مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. شخصية أمير المؤمنين عليه السلام وأدواره المختلفة وتأثيره العظيم في حياة المسلمين وفي تاريخ الإسلام لا يمكن حصرها لا في دقائق ولا ساعات ولا ندوات ولا مجلدات، ولكن اسمح لي أن أنقل لك يعني تحيات السادة المشاهدين على السهل الممتنع الذي تقدمه لهم من خلال يعني بيان شذرات وقبسات من معالم من شخصية أمير المؤمنين، حياته والجهادية، وأيضا مقاماته العرفانية. واليوم نريد أن نبين شيئا من مقاماته الخاصة بالعبادة، مقاماته الروحية ودوره الاجتماعي. تفضل سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم،
في العالمين إنك حميد مجد. المقامات المعرفية لشخصية عظيمة كعلي عليه السلام كثيرة، لا يسع المجال، خصوصا في هذا المجال المحدود، لا يسع المجال لسردها أو لنقتبس أضواء منها إلا القليل. وبينت في الحلقات السابقة، بينت ومضات من هذه الشخصية العظيمة على المستوى المعرفي والمقامات والفضائل، من الآيات القرآنية إلى الروايات النبوية التي قدمت لنا هذه الشخصية بمقاماتها المعرفية وكذلك أيضا العرفانية. المقامات العرفانية لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا هي عالم كبير، ونحن أيضا لابد أن نقر دائما بأننا عاجزون أن نعرف هذه المقامات العرفانية والروحية التي وصل إليها الإنسان الكامل كعلي عليه السلام. صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى أعلى هذه المراتب، وهي قاب قوسين أو أدنى، فإذا ولكن علي عليه السلام وهو تلميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يصف نفسه يقول أنا عبد من عبيد محمد، أيضا ارتقى في المقامات الروحية إلى أعلى درجاتها. والنصوص القرآنية والنبوية وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام تبين هذه الحقيقة. فعلي عليه السلام بالوصف القرآني بأنه هو من الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من هم الأبرار؟ الأبرار هم علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أطعموا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مقام الأبرار مقام شامخ في سلم الكمال الإنساني والروحي. الله عز وجل يصف الأبرار بأن يشربون من كأس، طبعا ليس من كأس الطعام والشراب، هنا من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. شرابهم هو التلذذ بمناجات الله عز وجل. وعندما أيضا نذهب إلى المشاهد الروحية التي قدمتها الآيات القرآنية عن علي عليه السلام، أيضا نجد أنها تتحدث عن شخصية وصلت إلى قاب قوسين، وصلت إلى أعلى مراتب الكمال الروحي، بحيث أن الله عز وجل عندما عصى آدم فتلقى آدم من ربه كلمات. الله عز وجل يقول لآدم إذا أردت أن تخرج من هذه المعصية إلى التواب الرحيم، إلى مقام التوبة، عليك أن تتوسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذا يعني أنه لابد أن يتوسل بشخصيات وصلت إلى أعلى مراتب الكمال الإنساني والروحي. وكذلك أيضا الآيات الأخرى في آية التطهير، آية التطهير التي نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين أهل البيت، تتكلم عن 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 عصمة، أعلى مراتب العصمة. والعصمة أيضا تدل على حقيقة روحية عظيمة جدا وصلت إليها هذه الشخصيات، لأن العصمة حسب ما نعرفها العصمة هي ليست قضية إجبارية وإلزامية، إنما هي لطف لا يصل إلى حد الإلجاء. ومثلا الله عز وجل عندما اختار وجعل إبراهيم جعله إماما بعد أن ابتلاه، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فإذا هناك استعداد روحي عند إبراهيم بعد أن ابتلاه الله عز وجل فجعله إماما. وهكذا الله عز وجل
يطهرهم تطهيرا بعد أن ابتلاهم وكانوا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. الآيات القرآنية التي بينت المقامات المعرفية لعلي أيضا هي تدل بشكل مباشر أو بالملازمة على المقامات العرفانية العالية، ولكن أيضا لو ذهبنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي يصف عليا بأنه هو مني بمنزلة هارون من موسى، هذا مقام معرفي ومقام أيضا عرفاني، لأن هارون أيضا لم يكن فقط هارون، كان هو الوزير. شريك موسى أو وزير موسى، بل هو أيضا كان في مرتبة روحية، هذه المرتبة الروحية هي يعني تلي المرتبة الروحية التي وصل إليها موسى، لأنه هو لم يكن فقط الوزير، إنما هو كان أيضا هو كان الشخصية التي وصلت إلى مرتبة روحية هارون. هارون أيضا كان من الذين وصلوا إلى مراتب روحية عالية جدا. وهكذا كل الآيات التي وصفت أمير المؤمنين وصفته بمقامات معرفية، فهي أيضا تكشف على مقامات الروحية. والأحاديث النبوية كذلك، من الأحاديث النبوية التي رواها السنة والشيعة طبعا بأسانيد معتبرة، بأن عليا يقاتل على التأويل. طبعا هذا القتال على التأويل تدل على دور رسالي سيقوم به أمير المؤمنين، كما أن النبي قاتل على التنزيل، يا علي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل. ولكن لاحظوا هذا الوصف العظيم الذي يدل على مرتبة روحية سامية، جبرائيل عن يمينك وميكائيل عن يسارك. جبرائيل يعني جبرائيل، وهذا البعد سمحت شيخ اللي بسموه البعد التأييد بالملائكة والمد بالملائكة، وهذا عنصر غيبي يكشفه النبي صلى الله عليه وآله للأمة. نعم، وأيضا هذا يدل على أن عليا كان يستنزل جبرائيل، كما يعبر الإمام الخميني عندما يتكلم عن السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام، كانت تستنزل جبرائيل في كل يوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك علي وصل إلى مرتبة روحية بأنه كان في الحرب، عندما كان يحارب ويجاهد في حربه، كان حرب أمير المؤمنين وجهاده كان يقربه إلى الله عز وجل، بحيث كان يستنزل الله عز وجل، كان ينزل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. سمحت شيخ بين هلالين لو سمحت، حتى لا يظن البعض أن هذا مغالاة أو شيء، قضية الملائكة وعلاقتها مع المؤمنين قضية أثبتها القرآن، فما بالك بإمام المؤمنين؟ تفضل. نحن طبعا نحن نقول أن جبرائيل لا ينزل بالوحي إلا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولكن لا مانع أن ينزل جبرائيل بغير الوحي. نعم. كما نزل على السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وهذا البيت هو هذا البيت كما يصفه المؤرخون ويصفه العلماء بأن هذا بيت النبوة، هذا البيت هو بيت جبرائيل، هذا البيت كما نزل على محمد بالوحي نزل على السيدة الزهراء ونزل على علي. فإذا هذا طبعا هذا الحديث على كل حال هو ثابت عند جميع المسلمين، وحتى الذين انحرفوا عن أهل البيت كعلماء الوهابية كالشيخ الألباني أقر بأن هذا الحديث ورد بسند معتبر وصحيح، وهو أن يا علي قاتلتهم على التنزيل وأنت تقاتلهم على التأويل، جبرائيل عن يمينك. وأنتم تعلمون أنه هو قاتلهم على التأويل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جبرائيل كان ينزل على علي وكان هو على يمين علي وميكائيل عن يسار علي. طبعا جبرائيل لا ينزل إلا على شخصية وصلت في كمالها الروحي إلى مرتبة الأنبياء
إلى من هو كما قال النبي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فعلى كل حال لا نريد أن نخوض ولكن في هذا المجال، وهو على كل حال حديث يحتاج إلى أن نتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل في فرصة أخرى. ولكن نحن إذا لاحظنا عبادات علي كان عندما كان يصلي كان في روحه ينتقل إلى عالم الملكوت. علي عليه السلام عندما كان يناجي الله عز وجل كما يصفه أحد أصحابه بأنه كان يصاب بالغشية، يعني بحيث أنه أن أصحابه كانوا يظنون بأنه مات بمناجاته لله عز وجل. أحدهم ظن أن عليا مات فذهب إلى السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام فقالت له: هذه الغشية التي يصاب بها علي في كل ليلة، في كل ليلة يناجي الله عز وجل. فأي عبادة لعلي؟ هذه العبادة التي عندما يخاطب الله عز وجل ينتقل إلى عالم الملكوت، وهكذا كانت عبادات علي. هذا طبعا في المجال العرفاني. وأما في المجال الاجتماعي أو في دوره الإنساني، علي عليه السلام قدم خدمات للإسلام أكثر من 70 حرب شارك فيها أمير المؤمنين. ربما الغزوة الوحيدة، الحرب الوحيدة التي لم يشارك، عندما أبقاه النبي بأمر من الله في المدينة وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي عليه السلام منذ إسلامه إلى آخر لحظة من حياته يجاهد ويقدم الخدمات للإسلام وللمسلمين. كل حياة علي هي كانت في سبيل الله، وكانت جهادا في سبيل الإسلام. ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن أحد الأبعاد الاجتماعية في شخصية علي، أقول بأن علي عليه السلام من أحد أهم أبعاد شخصيته أنه كان يحب المساكين، يحب الفقراء، يحب هذه الطبقة الضعيفة في المجتمع، كما كان الأنبياء. وكما يعني يؤكد على ذلك القرآن الكريم بأن الإسلام والدين أولى عناية خاصة للضعفاء في المجتمع، خصوصا للأيتام وللفقراء. من هنا نحن نجد في الخطبة الرمضانية المحمدية أكثر من وصية للنبي: تصدقوا على فقرائكم، تحننوا على أيتامكم. هذه الوصايا الأولى في الخطبة الرمضانية. فإذا علي عليه السلام كان على خط الأنبياء، على نهج الأنبياء، كان يحن ويتحنن، وكان يحب المساكين والفقراء. والقرآن الكريم يقدم لنا مشهدين عظيمين ولو بشكل سريع. المشهد الأول هو الصورة، صورة الإنسان. لماذا سمي صورة الإنسان؟ لأن أهل البيت قدموا مشهدا إنسانيا رحمانيا عظيما ليس له نظير. هذه الآية التي اسمها صورة الإنسان، لأن حنان أهل البيت وحب أهل البيت للفقراء والمساكين لم يقتصر على المسلم، بل أيضا شمل غير المسلم. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه الصورة التي أجمع العلماء أنها نزلت في أهل البيت عليه الصلاة والسلام. طبعا أهل البيت نذروا أن يصوموا لله عز وجل، فصام اليوم الأول، فجاء عند الإفطار، جاء أولا جاء المسكين فطرق الباب: يا أهل بيت النبوة، جائع مسكين جائع، فأعطوا طعامهم، أعطوه وهم صائمون أعطوه للمسكين. في اليوم الثاني عند الإفطار أيضا يتيم وأعطوه أيضا يسمح لي المخرج يعني فقط في عدة دقائق، أيضا يتيم أعطوه أيضا الطعام. اليوم الثالث، طرق الباب أسير غير مسلم أيضا، وأخذ منهم الجوع المأخذ
بحيث أنهم كانوا يعني كادوا أن يعني أن يعني بحيث أنهم أخذ منهم الجوع مأخذا عظيما. اليوم الثالث أسير غير مسلم قدموا لهم الطعام. نعم. فنزلت هذه الصورة التي هي صورة الإنسان، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هذا المشهد يدل بالتوصيف القرآني، بالتوصيف القرآني، أن أهل البيت كانوا رحمة للعالمين. نعم. رحمة للمسلم ولغير المسلم، خصوصا نعم. للفقراء والمساكين. وعلي كان يحب المساكين، وأيضا في مشهد أيضا خلده القرآن الكريم، وهذا المشهد التي بينته أيضا الآية الكريمة، إنما وليكم الله نعم. ورسوله والذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ أيضا بإجماع المسلمين نعم. الذين يقيمون الصلاة في صلاتهم ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني حب الفقراء والمساكين لا يفارق عليا حتى في صلاته. وعسى علي في صلاته كان ينتقل كما ذكرت إلى عالم آخر، إلى عالم الملكوت، ولكن عندما دخل الفقير إلى المسجد وطلب العون وطلب الصدقة، هذا القلب الذي لم هذا الذي كان مشغولا بلقاء الله، نعم، هذا القلب سمع صوت الفقير، لأن صوت الفقير هو صوت الله، والصدقة عندما ندفعها تقع في يد الله عز وجل. نعم. فهنا فتصدق أمير المؤمنين، هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين، نعم، فتصدق على الفقير وهو في صلاته، تصدق بخاتمه. نعم. نعم. فإذا هذه الآية التي تدل على مقام الولاية معرفيا، ولكن تدل على هذا الكمال الإنساني لأمير المؤمنين، بأن أمير المؤمنين عليه السلام تصدق في صلاته ليخلد القرآن هذا المشهد، ولتكون لنا رسالة وللأمة الإسلامية رسالة، بأن المسلم هو ليس المصلي فقط، المصلي والمتصدق، المصلي الصائم والذي يحن على الأيتام، هذا هو الإسلام. الإسلام ليس فقط صلاة وصوم، نعم الإسلام هو أيضا هو صلاة وصوم، ولكن الإسلام أمانة وصدق وعطف على الفقراء وعلى المساكين. نعم. أمير المؤمنين يقول لعل بالحجاز، هو حاكم كان، لعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. فكان هو حاكم كان يأكل الخبز الشعير وكان يحمل هم الفقراء، لعل بالحجاز أو اليمامة. ثم يقول أمير المؤمنين من يشتري مني سيفي هذا، هو حاكم، هو أمير المؤمنين يبيع سيفه، لأنه كان يدفع كل ما عنده كان يدفعه للفقراء. يقول فلو كان عندي ثمن، يعني لو كان عنده مال ما بعته، كان يشتري الثوبين بدينارين 3 دنانير، فيعطي الثوب عفوا يعطيه لمن، نعم سمح، لأحد أصحابه، يعطي الثوب 3 دنانير يعطيه لصاحبه ويلبس الثوب الذي هو بدينارين. كان يحفر الآبار ويبيع الآبار ويحرر العبيد بثمن الآبار التي كان يحفرها. هذا أمير المؤمنين عندما كان واليا في الكوفة، لم يسكن في قصر الأمارة، كان في قصر، بل بنى له بيتا من طين، وكان يقول إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، وأوصى في عهده لمالك الأشتر، هذا العهد الذي يكتب بماء من ذهب الذي كان أرسله إلى مصر، في هذا العهد في عدة نصوص يوصيه بالطبقة السفلى من الناس، بالضعفاء، بالفقراء، بالمساكين. أشكركم كثيرا سمحت شيخ، وفعلا الكلام عن أمير المؤمنين
لا يوفيه فعلا لا ساعات ولا مجلدات ولا أيام ولا حتى كل عمرنا، ولكن جزاكم الله سمحت الشيخ على ما بينتموه من مقامات الأمير صلوات الله وسلامه عليه. أعزائنا، هذا فاصل وبعده نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم الفقهية والدينية. أعزائنا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. يا رحمن ساعدني، يا رحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، يا رحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، رحمن يا رحمن. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. هذا الاتصال من الأخت بتول من العراق، تفضلي أخت بتول. أخت بتول تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أخت بتول. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا فضل. ما عندي طبعا سؤال، تفضل. بس من خلال قناتكم أحب أعز العالم الإسلامي هذا المصاب الجلل، وبالأخص إن شاء الله يسمحنا بالأخص الإمام الخامنئي، وأسأل الله بدماء الحسين أن ينصر الدولة الإسلامية وينصر الإمام الخامنئي ويبقي تاج على رؤوسنا. اللهم آمين. وإن شاء الله، وإحنا شاهد الله ما نزور زيارة إذا ما نذكر الإمام الخميني، ونزور نيابة عن الشعب الإيراني، ويا رب ينصر الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية، ويحفظكم بحفظ أمير المؤمنين. وشكرا جزيلا. بارك الله فيكم. شكرا حياكم الله. بارك الله فيكم. بوركتم، جزاكم الله خير. حفظ الله الشعب العراقي إن شاء الله من كل شر إن شاء الله. نعم. مجموعة من الأسئلة. هذا هو الشيخ. أيضا. فضل. الإمام الخامنئي، هي ذكرت الإمام الخامنئي والإمام الخميني. الإمام الخميني أيضا عاش أيضا مع الفقراء، وأيضا عاش الزهد في حياته، حتى عندما أصبح وليا للمسلمين وبعد أن أسس هذه الدولة، حتى آخر لحظة من حياته كان يعيش في بيت مؤجر، يعني بيت ليس له، ليس ملكا له، ورحل على الدنيا ولم يترك، لم يترك من هذه الصفراء، ولم يترك حتى مالا. وكان دائما يوصي الإمام الخميني، كان يقول بأن المسؤول الذي يعيش في القصر لا يمكن أن يعطف على من يعيش في الأكواخ. وهكذا كذلك الإمام الخامنئي، الإمام الخامنئي أيضا يعيش الزهد، ودائما يعيش هم الفقراء والمساكين، وأيضا في مأكله ومشربه، وكذلك أيضا المراجع العظام. فهذه هي صفة كما عبر القرآن، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة. فهؤلاء هم، فإن حزب الله، لاحظوا القرآن الكريم، يعني حزب الله هو هذا الذي يقيم الصلاة، العبادة الفردية، ولكن يؤتون الزكاة، يعني اهتمام وحرص على الفقراء وعلى المساكين. هذا هو حزب الله، هذا هو الله الحزب خير. الذي أراد الله عز وجل، هؤلاء هم حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. دكتور أحمد صديق البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله، تفضلوا، أنت معنا من بريطانيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي إليكم دكتور جمال، وتحياتي إلى سماحة شيخنا الفاضل الشيخ أسد محمد قصير. تحياتنا لكم، تفضل. بارك الله فيكم، حياكم الله. وتعازينا في هذا، في ذكرى هذا المصاب الجلل، في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام.
أنا أستمع لسماحة الشيخ أسد محمد قصير وأتعلم منه الكثير، الله يعينه في هذه المهمة الجميلة. الإمام علي عليه السلام هو تجسيد للآية القرآنية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تعالى أرسل النبي محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي محمد علم الإمام علي الذي طبق هذا على أرض الواقع. أنا بشتغل مع بروفيسور مسلم لا يتكلم الإنجليزية، ودائما يقول لي أتمنى الحديث أن أسمع الحديث عن الإمام علي عليه السلام. وهذه نقطة طلب أتوجه به إلى إدارة هذه القناة المباركة. مطلوب أولا زيادة وقت هذا البرنامج ساعة ونص أو أكثر، خصوصا في الحديث عن الإمام علي عليه السلام. سماحة الشيخ من أكثر شخصية ملائمة للتحدث في ذلك، ومخاطبة من غير المسلمين أو المسلمين اللي عايزين يعيشون في الغرب، والجيل الثاني والثالث من شيعة آل البيت. إحنا شاهدنا كيف تفاعل البابا الفاتيكان مع عبارة صغيرة للإمام علي عليه السلام. بابا الكنيسة البروتستانتية في إنجلترا عندما رأت دواعش قال لقد شككت في وجود الله، لو كان هذا هو الإسلام من عند الله فالله غير موجود. في موكب عزاء الإمام الحسين في لندن يأتي زعماء النصارى يلقون الخطاب ويطرون على الإمام علي والسيدة فاطمة والإمام الحسين عليه السلام. هذا الجزء من العالم محتاج إلى خطاب يشرح له الإمام علي عليه السلام بالشكل الإنساني والاجتماعي والإصلاحي والديني، وأنا مستعد أن أكون من الذين يترجمون هذا البرنامج إلى اللغة الإنجليزية، لأنه سوف يكون مفيدا للغاية. حان الوقت للاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية في التواصلات والمعلومات لإخراج الإمام علي إلى البشرية. شيعة آل البيت عندهم منجم من الذهب والماس والفضة دفنته عوامل عديدة تحت الأرض، وحان الآن الوقت لإخراجه إلى البشرية. وسماحة الشيخ أسد محمد قصير في رأيي من أصلح الشيوخ الذين يستطيعون القيام بهذه المهمة، وقناتكم الفاضلة يشاهدها الملايين في جميع أنحاء العالم. وأنا شخصيا من بداية تشيعي كان على عن طريق هذه القناة المباركة، وهذه قصة أخرى. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيكم. بارك الله بكم دكتور، إن شاء الله أفكاركم تصل إن شاء الله إلى المعنيين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سمحت شيخ، هل من تعليق على كلام دكتور أحمد؟ نعم، يعني نحن لابد لنا أن نعرف هذه الشخصيات العظيمة، الرسول صلى الله عليه وآله، علي، فاطمة، والحسن والحسين، لأنه أولا هناك تعطش، عطش كبير عند الإنسان في كل مكان، يعني يتعطش إلى العدالة، يتعطش إلى هذه القيم الإنسانية التي حملها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وجسدوها عمليا. فالبشرية أنا أعتقد بأنها متعطشة لهذه القيم ولهذه المفاهيم. ثانيا، بطبيعة الحال نحن لابد أن نخاطب العالم، نخاطبهم بالخطاب الحضاري، بالخطاب الإنساني. إذا أردنا أن نعرف أهل البيت لا نعرفهم بالمظلومية، لا نعرفهم بسيرتهم الاجتماعية، بعدالتهم، بإنسانيتهم، برحمانيتهم. هذا هو الذي أنا أعتقد بأنه سيكون له التأثير الكبير، وبالتالي سيدخل الناس في دين الله أفواجا.
أحسنتم كثيرا. ونسأل الله عز وجل التوفيق. نعم. مجموعة من الأسئلة وردتنا من تونس. السلام عليكم، إذا كان الشخص صائما في رمضان أحد الأيام لم يستيقظ لتناول سحوره، لم يستطع مواصلة الصيام إلى وقت الغروب، وقعت له حادثة أثناء النهار فأفطر، وبناء عليه هل يجب عليه كفارة واحدة أم تجب عليه كفارة جمع؟ تونس. لا، هو لأنه أفطر عن عذر شرعي، إذا أفطر عن عذر شرعي لا يجب عليه الكفارة أصلا، لا كفارة جمع ولا كفارة تخيير. يعني صار وصل إلى الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فبالتالي إفطاره كان عن عذر شرعي لا كفارة عليه، نعم يجب عليه القضاء، فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر. أخي حمزة، السلام عليكم، تفضل. وعليكم السلام. عليكم السلام، تفضل أخي حمزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم معك. ألو. إيه أخي حمزة، أنت معنا من سوريا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اسأل سؤالك أخي حمزة، تفضل. بس مولانا، بس لنسأل السؤال في آيات عدة من القرآن الكريم تقول: ومن جاهد في سبيل الله فقتل أو أذي له مغفرة من الله. نعم. أنا سؤالي، أنا كنت بهجهاد وزيت، فهل لا. أخي حمزة، أرسل لنا سؤالك عبر رسالة صوتية أو رسالة يعني خطية، لأن الصوت يتقطع قليلا، وأشكركم كثيرا. من البحرين، سلام عليكم. بالنسبة لإفراغ الذمة، أنا شككت هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أو لا، فما هو تكليفي؟ إذا كان عنده علم بأن ذمته مشغولة مثلا بسنة صلاة، سنة قضاء صلاة مثلا، أو هنا صيام مثلا، أو صيام وصلى أو صام، ولكن لا يعلم هل ما قام به أفرغ أكمل ما في ذمته أم لا، فهنا هنا قاعدة تقول الاشتغال اليقيني، لأنه عنده يقين أن ذمته مشغولة بسنة، فيستدعي الفراغ اليقيني، يعني لابد أن يصلي حتى يتيقن بأن ذمته فرغت من الصلاة، من تيقن مما تيقن من اشتغال ذمته. فعند الشك هنا لابد أن يصلي حتى يتأكد ويتيقن بأنه جاء بكل ما كان في ذمته من صوم أو من صلاة. نعم، يعني إذا إنسان شك أنه قام بعمل أو لا، فيستصحب كما يقال أنه لم يقم بهذا العمل. يعني ليس هنا مجرى قاعدة ما تسأل، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الاشتغال اليقيني ذمته عنده يقين أنه مشغول ذمته، فهنا لابد أن يأتي بالعمل حتى يتيقن بأن ذمته فرغت مما كان متيقنا بأن ذمته مشغولة فيه. أخي أبو محمد، السلام عليكم، أنت معنا من لندن، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخي أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصحة شيخنا؟ حياك الله عزيزي، بارك الله فيكم، أحسن الله لكم العزاء. السنة الماضية برمضان كانت البداية مالت كورونا، وكانت الأوضاع بعدها مو واضحة، ونسمع هاي الأخبار كل ما يجي صار هبير وصار كذا، فحسيت حسيت بجسمي سخونة، يعني مثل السخونة. فاتصلت بالدكتورة مال العائلة، قالت لي حاول تشرب مي كثير، يعني ماكو، بس هي طلعت كورونا. بس أنا فطرت 10 أيام، بعدين شفت نفسي يعني صحك وعندي سخونة بجسمي، بس وضعيتي يعني، فكمل صيامي، فهاي العشرة أيام أنا قضيتها، فعليه كفارة شيخ هذه ولا ما عليه كفارة؟ لا يوجد كفارة، لأنه أفطرت للمرض حتى لا يتأخر الشفاء، أو حتى لا يزيد المرض أفطرت. فهنا هذه، فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر ولا كفارة عليه. إفطار المريض يستوجب القضاء ولا كفارة عليه. والله يتقبل أعمالك. من بلجيكا، السلام عليكم، أخبر الطبيب مريضا أن الصوم يضر به فلم يصم، علم بعد عدة سنوات أن الصوم فعلا لم يكن مضرا به، وأن الطبيب أخطأ في إعفائه من الصوم، هل يجب عليه القضاء والكفارة؟
يجب عليه القضاء دون الكفارة، لأنه كان يعني كان يظن أنه معذور، يعني كان جاهل. نعم. فبالتالي لا كفارة عليه، نعم عليه القضاء فقط. نعم. السائل من البحرين، السلام عليكم، بخصوص من لم يلتزم بلبس الكمام أو الكمام في بعض المجتمعات، وخصوصا بعضهم مسؤولين، ربما بعضهم علماء دين وغيره، حيث أن الناس تقتدي بهم، فما هو يعني الحكم أو المسؤولية؟ نحن شاهدنا سماحة الإمام الخامنئي كيف يلتزم بالتوصيات الطبية بشكل دقيق جدا منذ بداية أزمة كورونا وهو قبل أزمة كورونا كذلك. فهذا نموذج، هذا هو الإمام الذي نحن نقتدي به. فالوصايا والتوصيات الطبية في كورونا وحتى في غير كورونا يجب الالتزام بها. والذي حصل أنه عندما نحن لا نلتزم بها نصل إلى هذه الفاجعة التي وصلنا إليها، بحيث أن الإنسان يقتل أباه وأحيانا يقتل أمه، ينقل لهم العدوى. فنحن إذا لا نلتزم بالوصايا الطبية ربما ندخل في زمرة يوم القيامة، يدخل في زمرة الذين قتلوا نفسا بغير نفس، قتلوا نفسا وندخل في زمرة القاتلين. فمن هنا أنا دائما أكدت قبل سنة وأكثر من سنة عندما بدأت هذه الأزمة، قلت يجب الالتزام بالوصايا الصحية، يجب أن نلتزم بكل المقررات الطبية في قضية كورونا. هذا هو النظام الذي من آخر وصايا أمير المؤمنين، الله الله في القرآن، الله الله في نظم أمركم. في عنا نظام صحي يجب أن نلتزم به، عنا نظام بيئة يجب أن نلتزم به. لا يمكن أن تقوم قيامة مجتمع وأن يتطور مجتمع وأن يخرج مجتمع من أزمة إلا بالنظام. لا يمكن أن نخرج من أزمة كورونا إلا بالنظام. نعم تفضل. بحفظ النظام. نعم. من المغرب، سلام عليكم، شخص صام عدة أيام وهو جنب، لم يطلع على أن الطهارة من الجنابة شرط من الصوم، هل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جنب أو يكفي قضاؤها فقط؟ إذا صام وهو جنب ففي شهر رمضان فصومه صحيح. لماذا؟ لأنه لم يتعمد البقاء على الجنابة. تعمد البقاء على الجنابة يبطل الصوم. هو لم يتعمد لأنه أصلا هو غير مرتفت إلى الجنابة، غير مرتفت، فبالتالي صومه صحيح ولا شيء عليه. هو لم يلتفت إلى الحكم أنه أن يعني أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم. نعم. أن الجنابة هو لهذا السبب هو لم يتعمد البقاء على الجنابة. نعم تمام. السائل من العراق يقول، شخص أصبح وكيلا في إطعام مجموعة من المساكين، هل يمكنه أن يأخذ بدل أجرة عن عمله وعن طبخه من نفس أموال الكفارة التي أعطيت له؟ الكفارة لابد أن تدفع للمساكين والفقراء، لا يجوز لغير الفقير أن يأخذ من الكفارات أو من الفدية، حتى العامل عليها يعني. حتى العامل عليها، هي ليست زكاة. الزكاة نعم العاملون عليها، بس هذه ليست زكاة، فلا يجوز له أن يأخذ منها. نعم يعني هو إذا أراد يعني فليأخذ من أصحابها، يعني شيء براني كما يقال. نعم. نعم هذا أمر، أو أنه يعمل متبرعا. نعم. إذا عندنا كم دقيقة حتى انتهى الوقت نقد. نعم لعله الغد إذا أحببته. أنا كنت هي على كل حال توصيف لأمير المؤمنين من أحد أصحابه، فإن شاء الله إذا الله عز وجل وفقنا، إذا يوجد بعد سؤال إن شاء الله غدا سمحت الشيخ نستكمل وإياكم بإذن الله، مستمرون معكم حتى يوم العيد إن شاء الله. شكرا لكم سمحت الشيخ أسد محمد قصير على ما تفضلتم به، كل الشكر لفريق العمل، كل الشكر لمن راسلنا، لمن اتصل بنا، وإن شاء الله أي أسئلة أخرى إن شاء الله نجيب عليها. هذا جمال بري، يودعكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.